في خلال فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن فيلم ذا مارفلز والموضوع بتاع المعنى في خلال الشرق الاوسط. وقبل ما نبدا انزل تحت اشترك في القناه وحط لايك على الفيديو ويلا نخش في الموضوع. طيب في البدايه خالص انا عايز بس انبه تنبيه صغير عشان ما فيش اي حد يجي يتكلم معايا فيه. انا بالنسبه لي ولا بكره ولا بحرض على الكراهيه لفيلم ذا مارفلز. انت لو حابب الفيلم اتفرج على الفيلم ما فيش اي مشكله. انا الفيلم بالنسبه لي لو نزل انا نفسي هخشه، بس انا بالنسبه لي هخشه مش حبا فيه ولكن عشان ابقى فاهم الاحداث بتاعه الام سي يو. فاي حد هيقول ان انا بكره الفيلم عشان كده انا عمال بشتم فيه فانت اخرج من الفيديو احسن عشان انت مش هتفهم الكلام اللي هقوله. ودلوقتي بالنسبه لموضوع الفيديو النهارده، هو ما يعتبرش خبر اكيد هو لسه نازل، انما انا في خلال الفيديو النهارده هجيب لك الاسباب اللي هتخلي الفيلم ده ان هو يتمنع. ولو تفتكروا نزلت برضو فيديو السنه اللي فاتت عن منع فيلم ثور لاف اند ثاندر، نزلت برضو فيديو تاني السنه دي او السنه اللي فاتت برضو عن منع فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس، وده كان قبل نزول الافلام. بالفعل بعد ما نزلت الفيديوهات بحوالي اسبوعين او 3 اسابيع واحيانا شهر، الكلام اللي انا قلته جوه الفيديوهات بالفعل اتاكد. الافلام تم منع عرضها بسبب الاسباب اللي انا قلتها. ودلوقتي بقى نسيب المقدمه اللي انا لسه قايلها ونتكلم في الموضوع الاساسي. اول سبب هيخلي ان الفيلم ده ما يتعرضش في مصر او في الشرق الاوسط هيبقى اولا المشكله بتاعه فيلم دون الجزء الثاني، وده يعتبر هو كان خبر رسمي نزل من حوالي شهر او شهرين. الخبر ده كان بيقول ان فيلم دون الجزء الثاني هينزل في نفس وقت عرض فيلم ذا مارفلز، ونفس ايام عرض الفيلم الاول هتكون نفس ايام عرض الفيلم الثاني، الاثنين شبه هيكونوا برده شغالين في نفس الوقت، وده هيخلي السينمات خصوصا سينمات اي ماكس انها مش هتعرف تعرض الفيلمين في نفس الوقت عندها او في نفس الفتره، وبالتالي هيختاروا ان هما يشيلوا فيلم ذا مارفلز. ودلوقتي انا ذكرت سينمات اي ماكس تحديدا لان هي دي السينمات اللي اكدت على الخبر ده، وهم اساسا اللي صرحوا على ان فيلم ذا مارفلز مش هيتعرض بسبب فيلم دون الجزء الثاني. وبرضه للمعلومه سينمات اي ماكس اللي بتكلم عليها هي السينمات اللي موجوده في امريكا، واللي هي بالتالي بتدي الاوامر بتاعتها لكل الموزعين التانيين بتوع اي ماكس حوالين العالم كله. وزي ما فهمنا ساعه الخبر ده لما نزل ان كده شركه اي ماكس مش هتعرض الفيلم عندها، ولكن ممكن اي سينما تانية او اي جودة تانية للفيلم ممكن ان هي تتعرض عادي. بالنسبة بقى للناس اللي هتقولي طب هم شافوا الفيلم ان هو ضعيف عشان كده مش هيعرضوه، ولا هم شافوا فيه مشاكل، احنا لحد دلوقتي ما نعرفش. وغير كده انا لسه قايل لك ان دي السينما اللي موجودة في امريكا، فاللي هي برضو مش هيفرق معاها موضوع اجندات او غير اجندات. فاعتقد ان هو الموضوع برضو كان ليه علاقة ان هو فيلم دون الجزء الثاني هم عايزين ان هم يعرضوه. ممكن بقى الله اعلم يكون في لعبة من تحت الترابيزة على ان الفيلم ده ما يتعرضش، او على ان فيلم دون الجزء الثاني يجيب اعلى ايرادات. دي كلها حاجات تانية بتخص البيزنس وبتخص الشركات، فاحنا مش عايزين نتكلم فيها لان هي ما تخصناش. والمهم بعد الخبر ده ما نزل، واللي هو كان يعتبر صدمه بالنسبه للناس المستنيه الفيلم، نزل خبر تاني رسمي اكد ان هو فيلم دون الجزء الثاني هيتاجل الميعاد بتاع عرضه شويه. وكذلك برضو فيلم ذا مارفلز هو ينزل بدري عن الفيلم بتاع دون الجزء الثاني، بحيث يقعد المده بتاعته في خلال السينمات بتاعت اي ماكس ويكون عليه التركيز زي اي فيلم تاني من افلام مارفل. وعلى حسب الكلام اللي بتذكر هنا فده عشان شركه مارفل كانت عامله ماركتنج وعماله برضو بتربط الاعمال بتاعتها وحاجات تانيه كتير، واللي منها ان هما بيربطوا كل الاعمال ببعض والكلام اللي احنا عارفينه. اما دلوقتي بقى احنا عايزين نتكلم على ليه الفيلم اساسا هيتمنع بالنسبه لنا احنا هنا كعرب او في مصر تحديدا، لان دي البلد اللي انا قاعد فيها، او في الشرق الاوسط في حاله برضو ان انت عندك بلدك بتعمل زي مصر وزي السعوديه. السبب بسيط جدا، لان رسميا تم ذكر ان هو في مشهد هيبقى موجود جوه الفيلم والمشهد ده مش كويس او هيلمح على حاجه مش كويسه، واللي هي بين قوسين الالوان. المشهد ده هيكون موجود جوه الفيلم بين الشخصيه بتاعت كارون دينفرز وبين الشخصيه بتاعت الفالكري، وده كان متسرب عليه شويه تسريبات قديمه، ولكن التسريبات دي هي دلوقتي بقت خبر رسمي. وبديهيا طالما فيلم دكتور سترينج 2 هو اتمنع بسبب تلميح على المشهد بتاع الالوان واللي هو ما كانش مؤثر في الاحداث بتاعت الفيلم، وده برده متلمح على نفس المشكله دي ساعه فيلم ثور لاف اند ثاندر، وبرده الفيلم كذلك برده اتمنع، وده برده متلمح جوه فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس في جزء من الثانيه، وفي خلال برده المشاهد بتاعت شخصيه جوين ستيسي. كذلك برده فيلم ذا مارفلز مش هيتعرض بسبب نفس التلميح، وعلى حسب شويه اشاعات عماله بتنزل فاحنا مش هنشوف انه في تلميح، ولكن هنشوف في مشهد فعلي قدامنا. في ناس قالت هيبوسوا بعض، وفي ناس تانية قالت حاجات تانية غريبة كده، واحنا لحد دلوقتي مش عارفين. وانا دلوقتي بسجلك الفيديو ده يوم 9 سبتمبر 2023، يعني الفيلم هو لسه منزلش ومفيش اي اخبار اذا كان بالفعل هيتعرض ولا هيتمنع. واحب اكد لك برضو من الفترة اللي انا بتكلم فيها دلوقتي دي ان هو كل الكلام اللي انت سمعته قبل كده على ان الرئيس بتاع شركة ديزني الجديد هيمنع المشاهد دي في الشرق الاوسط، فالكلام ده مش هيحصل. هو قال ان المشاهد دي هتتشال ولكن من المنصة بتاع ديزني بلس لما الاعمال دي تترفع عليها، ولكن المشاهد دي مش هتتشال من الفيلم نفسه لما هو يروح السينمات. فمعنى اوضح ومختصر عشان الناس اللي هي مش فاهمه الكلام اللي بقوله، اي فيلم لشركه مارفل او شركه ديزني هينزل في الشرق الاوسط هيبقى فيه اي تلميح على الفئه بتاعه الملونين، التلميح او المشهد المباشر ايا يكن هيبقى المشهد عامل ازاي، مش هيتشال من الفيلم الاصلي. وهنا كلامي على الفيلم لما هو ينزل في السينما. اما لما الفيلم ده تعدي عليه مثلا مده وليكن 3 شهور 4 5 6 شهور مثلا، يقرروا بعدها ان هم يرفعوه على المنصه بتاعه ديزني بلس، وقتها لما يترفع على المنصه
المنصة المشاهد دي هتتشال للشرق الأوسط. أما بالنسبة للأخبار اللي أنت ممكن تشوفها بعد كده على إن شركة ديزني في حد من الموزعين بيكلمهم عشان يشيلوا المشاهد المقرفة دي من جوه الفيلم، فالأخبار دي أنت لازم تكون عارف إن هي أخبار ملهاش أي ستين لازمة وبتمهد لك بس على إن الفيلم ده هو هيتلغي. مهما كان بقى الفيلم ده كبير ومهم في الأحداث اللي أنت بتتفرج عليها ولا الفيلم ده ملوش أي ستين لازمة. وزي ما قلت قبل كده إنه كل يوم بيعدي بنلاقي إن الشركة أو الشركات كلها عمالة بتدعم الفئة دي أكتر وأكتر، هيبقى بالنسبة لهم صعب إن هم يشيلوا الفئة دي من الناس أو يشيلوا الدعم بتاعهم عن الفئة دي في الشرق الأوسط. حتى كمان لو الشرق الاوسط كله كل واحد موجود فيه مش بيدعم الفئه دي ومش عايز ان هو يتفرج على المشاهد دي، لان ده في الاول وفي الاخر هيعمل لهم مشاكل هناك بره، وده ببساطه لان الشركات دي اساسا موجوده هناك في امريكا اللي هي البلد اللي اساسا بتدعم الفئه دي، فاي حاجه بسيطه ممكن يعملوها هيلاقوا ان كل الناس عماله بتهجم عليهم. وانا عارف ان هو الموضوع مش هيبقى حلو بالنسبه لناس كتير، واللي منهم الناس المستنيه الفيلم او الناس اللي كانت مستنيه الاعمال بتاعه مارفل او الاعمال بشكل عام اللي هتنزل في السينما، ولكن زي ما بقول دايما هي دي الحقيقه وده الواقع اللي موجود قدامنا. ولكن برضو من الكلام اللي انا قلته يمكن في جانب من الامل على ان الفيلم ممكن يتعرض المره دي، ممكن الله اعلم بقى يسمعوا المره دي بجد او يشيلوا المشاهد المقرفه دي، ولكن ده يعتبر احتمال 1%، ومش عايز اقولك انه شبه مستحيل انه يحصل بس هو غالبا مش هيحصل. واذا كان هيتعرض فهيتعرض لسبب واحد بس وهو جمع الارباح، لان احنا مش عايزين نكذب على بعض، الفيلم ده هيبقى فيلم فاشل سواء انت حابب الفيلم ومستنيه او انت شخص مش حابب الفيلم ومش مهتم بيه اصلا. كل اللي احنا عارفينه دلوقتي عن الفيلم سواء بكلام رسمي او من ناحيه التسريبات، كل ده بيأكد في النهاية على ان الفيلم في الاخر هيفشل، وده لان اولا المدة بتاعت الفيلم حوالي ساعة 33 دقيقة وساعة و37 دقيقة بالبوس كريت سين الاول والتاني، يعني ممكن نقول بالكتير ساعة ونص. مفيش اي فيلم اتعمل في عالم الام سي يو حتى كان اساسا ساعة ونص او قرب كمان من المدة دي، فده يعتبر اول دليل على الفشل. تاني دليل ان هو المخرجة نفسها وكل واحد كان شغال على الفيلم صرح وقال ان هو الفيلم مش فيلم كويس، اللي هو من ناحية الاحداث ومن ناحية المشاهد اللي احنا هنشوفها والكلام ده كله. كل الكلام اللي عمال قال ان هو الفيلم هيكون فيلم مرح وهنشوف فيه هزار وهنشوف فيه ضحك واغاني. ولو انت واحد فان لمارفل او بتحب الاعمال اللي هما بينزلوها فانت 100% مش هيعجبك الهبل ده، وهيكون اولويتك في اللي انت تشوفه قدامك هي احداث مهمه تمهد لاعمال تانيه قدام، فكده الفيلم ده مش هيفيدك. بجانب كده المخرجه اساسا اللي هي عملت الفيلم والنقطه دي انا اتكلمت عليها قبل كده، حرفيا كل الاعمال اللي هي عملتها اذا كنا احنا نعتبرها ان هي اعمال، كل الكلام اللي هي عملته كان كلام فاشل. وغير كده هما اكدوا ان الاحداث بتاعه مسلسل سيكريت انفيجن مش هتاثر بشكل كبير في الاحداث بتاعت الفيلم، الفيلم هيبقى فيه دعم كبير جدا للحركه النسويه او الفيمينست ومش هنشوف فيه اي شيء مفيد عشان يخليك تتعاطف مع الفيلم، عمالين بيضيفوا لك شويه قطط وشويه كلاب على اساس ان انت تخش الفيلم تتفرج عليهم. طب ما احنا كده كده عندنا ممثلين ومش هنستفاد منهم بحاجه. فالخلاصه من الكلام ده كله انا قلت لك الاسباب اللي هتخلي الفيلم ان هو يتمنع، وقلت لك ان هو في لحد ما كده في سبب بسيط ممكن يخلي الفيلم ان هو يتعرض، ولكن ده 1%، فايه اللي هيحصل قدام الله اعلم احنا مش عارفين. وانا زي ما قلت لك انا مش بكرهك في الفيلم، ولكن ده الواقع اللي موجود قدامنا، وانا بقى واحد كذاب في حاله ان انا اقول لك ان الفيلم ده هيبقى اجمد وافشخ فيلم في العالم كله، بالرغم انه كل واحد حرفيا عمال بيزم فيه. الاول وفي الاخر ده رايي الشخصي، اذا كنت عايز تتقبله تقبله، مش عايز تتقبله انت حر، لان في النهايه في حاله ان انت رحت الفيلم او مش هتروح انا في الحالتين مش مستفاد. وبس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو وانزل اشترك في القناه لو انت لسه مشتركتش، وبيس.